مشاهدينا الأعزاء، تحية طيبة وبعد عبر شاشة تلفزيون السلام، نلتقي بكم مجددا في هذا اليوم لنتحدث وإياكم عن قضية هي من قضايا المجتمع. ولكن قبل الحديث والتوغل أكثر في عنوان هذه القضية وقبل الحديث في معظم بنودها، نود أن نؤكد أن هذا البرنامج هو عبر المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات حياة أفضل للنساء ضمن مشروع ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، وبطبيعة الحال هي أولى حلقاتنا تحت محور الانفصال والمشاكل الأسرية وتداعياتها. بطبيعة الحال هذا المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات الذي أسس في عام 98، سنتحدث عن عمله وطبيعة مشاريعه مع ضيوفنا هنا في الاستديو. نرحب بضيوفنا بالأستاذ محمد عابد، خبير قانوني واستشاري في قضايا الأسرة، مرحبا بك. نرحب أيضا بضيفتنا زكية مسعود جدبة، ناشطة نسوية عضو في مجلس إدارة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاع، وأيضا موظفة في اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي. ونرحب أيضا في الأستاذة صحر أبو صالحة، وهي محامية شرعية ومنسقة مشروع حياة أفضل للنساء وضحايا العنف الذي اليوم نتحدث عنه. بداية نبقى معك أستاذة صحر، واضح أنه المشروع هو يختص في حياة أفضل للنساء، ولكن قبل الحديث عن المشروع نتحدث عن المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، المركز أهداف وطبيعة مشاريع، تفضلي. المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات مؤسسة مجتمعية تقوم على عدة مشاريع. هذه المشاريع تقدم الدعم والتوعية والتثقيف، تقريبا مستهدفين في الدعم والتوعية مستهدفين في النساء والشباب، كمان مؤسسات المجتمع المدني في بناء استراتيجيات. هذا المركز يعني حتى احنا لما نستهدف النساء في وخاصة في من خلال مشروعنا حياة أفضل لنساء ضحايا العنف، نقدم من خلال هذا المشروع الاستشارات المجانية وخدمة التحكيم وخدمة الملتقى الأسري وحل النزاعات بطرق ودية، بطرق سلمية وودية أيضا بديلة، كمان أيضا الإرشاد الجمعي من خلال المشروع، حيث يقدم هذا المشروع هاي الخدمة باستهداف قرى محافظة نابلس. تقريبا احنا استهدفنا الآن 7 قرى، بحيث نقدم الإرشاد الجمعي لمجموعة من النساء تتراوح عددهم بين 7 نساء ل10 نساء. دربنا مثقفات ينزلوا على الميدان على القرى المستهدفة، بحيث تستهدف هذه النساء لديها مشاكل أسرية، محاولة لحل هذه المشاكل بطرق أن هي بنفسها تحل مشكلتها في بناء خطة، في اختيار بدائل عند بناء الخطة وطريقة حل هذه المشكلة، هي بذاتها تحل المشكلة. نعم، واضح أنه يعني هذا المشروع هو من مشاريع بالفعل الذي يمكن النساء بوضع خطط كما قلت لحل مشاكلهن وهن ضحايا العنف. سنتحدث أكثر عن هذا المشروع خلال حديثنا. الآن نذهب إليك الأستاذ محمد عابد، خبير قانون واستشاري في قضايا الأسرة، لنعرف على الأسرة كنظام اجتماعي، ما هي الأسرة، تركيبتها، تكوينتها، تفضل معك. الأسرة هي عبارة عن زوج وزوجي وأولاد، سنتحدث عنها ما قبل الإسلام وننتقل بعدها إلى ما بعد الإسلام. ما قبل الإسلام الزوج هو الآمر الناهي اللي إيش ما بده يا بيعمل. الزوجي كانت مضطهدة تماما، كانت تباع وتشترى، كانت تورث عند قسمة الميراث، كانت ممكن تطلع من نصيب فلان أو علان. أجا الإسلام نظم واحترم هاي الست فقط، الزوجة والأولاد طبعا البنت. نعم، نتحدث عن المرأة داخل الأسرة بالضبط. نعم. نعم، سواء كانت بنت ولا زوجة، كانت أساسا ما هي توأد قبل الإسلام. نعم، كان لما يجي الواحد بنت كان يروح يوئدها أو يسود وجهه قدام الناس ويتخبى من العالم، كويس. أجا الإسلام قال لا، عززها وكرمها وورثها وما خلهاش سايبة زي ما كان قبل الإسلام، كويس. في حتى في طريقة الزواج نظم العقود، سجلها في المحاكم كذا إلى آخره. فإحنا بنكون هيك حكينا إنه في عندنا الزوج والزوجي. ما قبل الإسلام الزوجي كانت مضطهدة تماما، ما بعد الإسلام احترمت وقدرت لأنه الإسلام أعطاها حقها وأعطاها نصيبها في الحياة
وإلها حقوقها الزوجية، إلها مهرها، إلها نفقاتها، إلها الحق في تربية الأولاد وحضانتهم، يعني أعطاها شيء كثير، وإلها في الميراث إذا مات هذا الزوج، إذا مات هذا الابن، إذا مات أبوها، إما إلها ميراث زيها زي الزوج وللذكر مثل حظ البنتين. والأولاد طبعا لازم يعيشوا في ظل زوج وزوجي، أب وأم، مش مثل بقية الشعوب أو ما كان قبل. موضوع ابن حرام أو ابن زنا أو إلى آخره، كويس، إله أبوه إله أمه، معروفين مين أبوه. نحن نتحدث عن أسرنا أبوه. نعم. فالولد الآن في ظل أبوه أمه، تربية إسلامية، كويس، هذا صح وهذا خطأ، إله حقه في الحياة، إله حقه مصروفه من أبوه وتربية أمه لا غاية سن البلوغ وما بعد البلوغ حتى التعليم وإلى آخره. بيكون هيك حكينا إحنا عن الزوج والزوجة ما قبل وما بعد وعن الأولاد. بعد هيك إن شاء الله في مرحلة قادمة حنتحدث عن موضوع عقد الزواج وشروطه. وشروطه. نعم. يمكن أنا عارفة يعني بطريقة إن هي مؤسسة اجتماعية تقوم على الشراكة بين الطرفين، وهي الشراكة معناته كل منا يعرف واجباته وحقوقه. نعم، له حقوقه وله واجباته. إذا انتقص أي شيء معناته في نقص معين معناته رح يحصل عنف، رح يحصل هناك مشكلة. نعم، وهذا السؤال الثاني. صح. بمعنى آخر، يعني كما تفضل الأستاذ محمد عابد قال عندما جاء الإسلام وضع للنساء حقوقهن، بالتالي يحافظ على المرأة، ولكن نلاحظ مع ذلك وجود عنف في الأسرة سواء الفلسطينية أو الأسرة العربية أو في الدول العالم الثالث. برأيك الأستاذة زكية مسعود، يعني واضح أنه هناك عنف، أنواع هذا العنف، أسباب الذي يمارس ضد المرأة سواء البنت أو الزوجة؟ يسعد مساكم جميعا. أنا بدي أقول الأصل في الأسرة هي أمن، هي راحة، هي اطمئنان، هي مراعاة لنفسية وجسمانية واقتصادية وما إلى كل ذلك الأفراد هذه الأسرة. نعم. هذا هو بالأصل. لكن للأسف الشديد إحنا بنعرف ومتأكدين من معلومة إن أصلا إحنا مختلفين، والاختلاف هو الأساس. إن نكون مختلفين هو أساس، مش هذا الإشي اللي يعني لا يمكن نكون كنا متساويين بأفكارنا، متساويين بسلوكياتنا. نعم. بسلوكياتنا لا يمكن. فبالأصل إنه فعلا هذا الاختلاف اللي موجود ما بين أفراد الأسرة إنه يتم مناقشته وحواره وما إلى ذلك، لكن لأسباب كثيرة للأسف الشديد بنلاحظ إنه في مشاكل، وفي بتكون هذه المشاكل بتأثر على الأسرة. عندنا مشاكل اقتصادية، مشاكل سياسية، مشاكل ثقافية، إنه ثقافة هذا الزوج تختلف عن الزوجة وما إلى ذلك. إضافة لمشاكل عندنا اللي هي صحية، أحياناً كثير بيكون في العائلة حدا من طرف من الأطراف مريض، ما بيكون بعبر بالطريقة للأسف شوي قاسية أو غير مفهوم ردة الفعل عند الزوج أو الزوج لهذه هذا الوضع. عندنا مفهوم الأدوار الاجتماعية والأدوار اللي في داخل الأسرة للأسف في أوقات ما بتكون واضحة وما بتكون مفهومها واضح أمام أفراد. بمعنى آخر، التشاركية بين أفراد الأسرة بالحقوق والواجبات فيها هناك فجوة. بالضبط، هذه الفجوة هي هنا المشكلة اللي بتكون بتادي. أحيانا الثقافة فعلا تختلف عن ثقافة الزوجين مختلفة للأسف الشديد، ويمكن نقول أنه أحيانا تدخل أطراف أخرى في المشكلة ما بتكون كثير بسيطة وصغيرة ما في حد، لكن التدخل الآخرين من خارج الأسرة هو بيزيد هاي المشكلة بما يسمى التحكيم. نعم. أوقات كثير التحكيم بيكون مش بمفهوم التحكيم، بمفهوم أنه يعني زوجي لجارتها لصاحبه بدون قصد أو بقصد بصير في خلاف، بدل ما تنحل المشكلة هي بتكبر المشكلة. قبل التعمق بهذه النقطة، يعني نحن نعلم أن هناك بغض النظر عن طبيعة الإحصائيات، ولكن هناك نسبة واضحة للعنف الممارس ضد المرأة، لكن أثر هذا العنف على المرأة، هو نحن نعلم أن هناك أثر آنية وقد تكون هناك أثر تراكمية، لو تحدثينا قليلا عن هذه الأثر. طبعا إذا كان وضع الأسرة فيها مشاكل طبيعي معروفة أنه أعضاء هاي الأسرة هم للأسف
بوضع سلبي، تخاصم ما بينهم، كل واحد ند للثاني، ما في نوع من الحوار، بالعكس هم مختلفين، لا يتفقوا على شيء، بيؤدي إلى انهدام هاي الأسرة، بيؤدي إنه فعلا الزوج بكره هذا البيت يرجع عليه، الزوجة نفس الشيء بتكره إنها تتعامل مع أولادها مع زوجها، وكله يعني بيكون العلاقة غير تشاركية، بالعكس أعداء هم أكثر ما أنهم يكونوا أصدقاء، من أكثر من أنهم يكونوا بحلوا المشاكل، هم بيوتروا أو أوضاعهم بتنعكس على الأطفال وعلى أبنائهم. سأستكمل معك، ولكن قبل الذهاب إلى الأستاذ محمد عابد، الأستاذ صحر أبو صالحة، العنف أشكال وألوان يمارس ضد المرأة، ممكن عنف لفظي، أنت متخصصة في هذه القضايا، نتحدث فقط عن هذه الأنواع التي ممكن أيضا تتعاملي معها في الواقع. صحيح، خليني أبدأ من النقطة اللي حكتها سيد زكية، إنه الاختلاف في الأسرة يؤدي لخلاف، يعني التنين زوجين بنوا أسرة لكن كل واحد له طبع وكل واحد له أسلوب في الحياة، فهون كل بما إنه كل حدا بده يظهر نفسه ويظهر وجوده معناته ممكن يحصل خلاف، ممكن تحصل مشاكل. وإحنا بنعرف مراحل دورة العنف كيف بتكون، أول إشي ببداية التوتر وبتصاعد ومن ثم بننفجر. المعنى كالتالي، بنبدأ شوية مشاكل، انت عملتي انا عملت، ومن ثم نبدأ السب، ممكن يبدأ سجال، نعم سب الشتم، انت سبب، لا انا سبب، ومن ثم يبدأ اشكال عنف اخرى، اللي هو بدأ يضرب اللي هو الجسدي، ومن ثم بدأ يسب اللي هو اللفظي، ومن ثم بدأ يعني المعنى انه له مراحل العنف، له مراحل، ومن ثم تبدأ المرحلة لا حقك علي، ومن ثم لا حق عليك، وبتبدأ ده مرحلة نقول عنها السعادة. الآن هذه يعني الدورة بكل لحظة من حياتنا ممكن إنها تمشي، بكل مشكلة ممكن إنها تصير عليها هذه المرحلة. نعم، هلأت العنف يأخذ أشكال كثيرة، وخاصة إحنا في المحاكم بنشوف قضايا كثير، وممكن أستاذ يحكي لنا فيها، إنه أولا حتى هي قضايا النزاع والشقاق الموجودة في المحاكم، أو حتى قضايا وصلت للمحاكم وقبل أن تصل، أخذ العنف أشكاله المختلفة، من عنف جسدي ضربها فهي راحت عند أهلها، سبها شتمته شتمها وهكذا، ومن ثم العنف الاقتصادي، وهذا اللي حكته سيد زكي إنه كثير من المشاكل الموجودة في مجتمعنا هي أسباب العنف الاقتصادي. أولا ممكن الزوج بيشتغلش، نعم هذه واحدة. تنين ممكن الزوجة بتشتغل لكن إيش بدها تصرف على البيت وهو بصرفش، أو حتى هون الأدوار اختلفت، هو قاعد من زمان في البيت وعاطل عن العمل والزوجة هي تعمل. إذن الزوجة تعمل وهي تعتني بالأطفال، وهنا غياب لدور الزوج. نعم صحيح. فإحنا هنا كمان يعني إحنا ممكن نحكي عن كمان العنف الاجتماعي، تدخل زي ما حكينا، تدخل أفراد آخرين في الأسرة، يعني إحضار الحما، نعم التدخل الخاطئ، نعم الحما تجبر الكنة على شيء معين، أو الكنة ما تسمع كلام الحما، وهيك بتبدأ المشاكل، إمك وإمي وأنا وإنت، ومن ثم تبدأ المشكلة مع الزوجين، ومن ثم تنتقل إلى المحاكم. فهون يعني لما العنف، حتى العنف الجنسي يعني، حتى كل هذه واللفظي والجسدي كلها يمكن بمشكلة واحدة تكون، يعني كل هذه الصور ممكن تكون في مشكلة واحدة. الآن هذه اللي آثاره على المرأة والواقع، يمكن سيد زكية هذا الموضوع بإصابة تاخده، إنه نعم تزعزع الأسرة، تتزعزع المرأة، حالتها النفسية شو بتصير، أين تتجه، لمين تلجأ. هون إحنا يعني كدورنا كإحنا كمحامين، حتى ولو محاكم كمان ولجان نسوية، حتى المركز الفلسطيني، دورنا هي حل النزاع بين الطرفين، إن لجأت لنا صبية أو لجأت لنا امرأة. سنتحدث ولكن نذهب إلى الأستاذ محمد العابد. أستاذي، يعني واضح كما تفضلت الأستاذة سحر والأستاذة زكية، أن هناك غياب لمفهوم التشاركية سبب رئيسي في هذا الخلاف، في هذا العنف الممارس ضد المرأة، ولكن برأيك أيضا ما هي الأسباب أخرى، وكيف يمكن الوقاية من العنف ضد المرأة؟ خليني أحكي بعض النقاط بالمجمل. نعم لو سمحت بالمجمل. نعم البعد عن الدين، البعد عن الدين أساس رئيسي في تزعزع الأسرة، كويس، لأنه لما الزوجة ما بتصليش، أو الزوج بيصليش، أو ما بيقراش قرآن، أو بعيد عن الأمور هاي، إيش ما بسمع بده يصير ينفذ. التكنولوجيا الحديثة كان لها سبب رئيسي في العنف وفي النزاعات الزوجية وإلى آخره.
الانفتاح على العالم من خلال الفيسبوك. ماشي الست بأمان الله مع زوجها كل شيء تمام التمام وعايشين حياتهم. بتلاقيها فتحت على إحدى المواقع، بلشت تسرب هون، بلشت تسرب هناك، بلشت تسمع كذا، هذا كله بيؤدي بصير في نوع من التنمرد أو النمردي على الزوج، أنت شو بتعمل فيه؟ طب ما إحنا عايشين ملاح كويس. هذا له دور كبير. دائما بنحكي برضو سبب عملية العنف هاي شغلي، إنه دائما بنقول للزوجي خلي زوج، خلي مشكلتك مع زوجتك في بيتك في غرفة نومك، حليها في داخل البيت، ما تخليهاش تطلع من غرفة النوم، لأنها طلعت من غرفة النوم راحت لأمها، راحت لأبوها، بتكبر الأمور، في اللي يحبك في اللي يكرهك كويس، وفي مرات الأمور لا تفهم بسياقها الصحيح. بالضبط، عارف يعني أنا مرات بصير أدور على المشكلة ما بلاقي مشكلة، بصير المشكلة إنه ما فيش مشكلة وبتوصل طلاق. الآن قضايا الشقاق والنزاع، وللأسف الشديد إنه مشرعنا لما صدر في 2012 قال لك التثبت في قضية الشقاق والنزاع مش الإثبات. يعني قبل 2012 كنت لما بدك تيجي ترفع قضية الشقاق والنزاع على الزوج أو الزوج ترفعها على الزوج، بدك تجيب 3 شهود شاف وسمع، مش سمع لا شاف وسمع. طب 2 تقاتلوا في داخل بيتهم الساعة 12 في الليل، من وين حدا بده يجيب؟ فأجى المشرع سهل لهم إياها. لو في شوية قضايا في المحاكم بيمشي الحال، في شقاق ونزاع، لو حدا سمع في المشكلة، لو حدا تدخل في المشكلة خلص أوكي في شقاق ونزاع. فعلى رأي أحد المشايخ هي صارت قضية الديسكاونت بالنسبة للرجل، بيجي بقول لك بدي أطلق، وين رايح؟ ليش تطلق؟ هات لنشوف، هات لك كم المشكلة حصلت بينك وبين زوجتك، هي غلطت فيك كذا مش عارف ايش، نرفع لك قضية، بدل ما تدفع 100% بصير تدفع 70%. مو للأسف وهذا عنف، وهذا عنف ضد المرأة، شكل من أشكال العنف ولكن بطريقة قانونية. واللي يعني لما عمل له ديسكاونت، إذا بتستاهل 10,000 يلا في حملوها 30% أو 40% من المشكلة، خليها تأخذ 6,000 بدل 10. طيب هنا دور المركز، خلينا نسمع منك. وانت كمان يعني انا بقول الزواج والعائلة والأسرة هي شركة، شركة حقيقية بين اثنين، إلو وعائلها، إلو يعني حقوق وواجبات للطرفين. احيانا لما ينخل هالميزان هذا ويصبح انه طرف من الاطراف الزوج او الزوجة بدافع عن حقوقه وهو مش قائم بواجباته، هنا الخلل هو اللي بيبدأ. عشان هيك أنا بقول أستاذ، يعني أنا بتوقع إنه العملية إحنا عندنا مشكلة حقيقة، لم يفهم مفهوم الزواج ولم يوضح لإلنا، كلنا تزوجنا بس بالمفهوم الصح، يعني بمعنى في غياب التوعية والثقافة، غياب التوعية نعم غياب التوعية هذه مشكلة من المشاكل اللي ما في استعداد نفسي للزواج. بمعنى الزواج هو فعلا من أول ليلة هو واجبات على الطرفين، حقوق للطرفين. كيف أنا بدي أساهم في زواج بنت لسه صغيرة بالعمر مراهقة بأنها تحافظ على هذا الحمل وهذا البيت وهي المسؤولية، أو الشاب نفس الشيء، يعني فارق الفضل. بس سريع لأنه بدنا نتحدث عن الوقاية وحملات العنف مع الست سحر. إنه الزوج في البداية وقت الخطبة وبعد كتب الكتاب وكلها حاضر ست، إيش ما تطلب منه بتجيب له، حتى بعد الزواج لفترة هاي كثير من المشاكل بتودي للطلاق كويس، بسبب إنه هو بضل كلها حاضر ويجيب لها كل اللي بديها حتى لو إنه تداين لها، وهذا غلط. هلأ في لحظة معيشة من وين أجيب لك أنا كويس، هون بتبلش المشاكل، هون ببلش الضرب، هون ببلش الحردان، هون ببلش فلتان الأولاد في الشوارع. يعني يمكن في قصص، انا مش ضد، انا في خلينا مع الاستاذ سحر. نعم كان هو بخله هو سبب مشكله، يعني ممكن صار بخله سبب مشكله، يعني صاحبه كان هو كل قضيه لها مسببات معينه. فاحنا يعني بعض المسببات ممكن انا احكي فيها ومن من بركم، انه الزواج المبكر وحالات الطلاق اللي بسن ما بين 15 و18 يعني ممكن هي هذا يعني بشكل اساسي اول
من بداية من العنف وبعدين من الطلاق والمشاكل الزوجية. نعم، عدم إفهامها وعدم التوعية للصبية وللبنات قبل الزواج عن ماهية الزواج، حقوق وواجبات، وين واجبات الزوج، وين حقوقك وواجباتك، أين أنت. فيمكن هو إحنا كمركز إحنا من خلال مشروعنا زي ما حكينا في عنا إرشاد جمعي وهو ضمن موضوع الوقاية. أيوة نعم صحيح، بحكي به إنه من ضمن موضوع الوقاية تثقيفها كيف تحل مشكلتك بدون ما تلجأ إلى حدا وقبل أن تخرجي من البيت حتى تلجأ إلى حدا. فإحنا بنعطيهم 4 جلسات، من خلال هذه الجلسات قلنا إنه المرأة تفهم ما هي مشكلتها، هل أستطيع أن أحلها، ممكن أنا محور المشكلة. إحنا تبين لنا إحنا من خلال إحنا هلقيت الآن تقريبا 14 جلسة، من 14 جلسة 12 جلسة صرنا مستهدفين فيها القرى. المعنى النقاط نسميهم نقاط إرشادية. المعنى إنه في بعض النساء تبينت أن العنف في الأسرة مني، ممكن أنا مش فاهمة زوجي، ممكن أنا مش متفهمة الأسرة، مش قادرة أتحمل الأعباء الكبيرة علي. ولكن المجتمع يتحمل لنقل الذنب الأساسي باتجاه توعية المرأة بداية وتثقيف المرأة، بالتالي أيضا هناك دور كبير أنتم تقومون به في المركز الفلسطيني الديمقراطية وحل النزاعات من خلال حتى مشروع حياة أفضل النساء ضحايا العنف والممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإجتماعي. هذا المشروع كيف تعودون عليه باتجاه أيضا إيجاد حملات وإيجاد لنقل مناصرة باتجاه هذه القضايا؟ صحيح، احنا بالنهاية أنا يمكن نخرج في المشروع من هذا المشروع إن النساء تفهم حقوقها، تفهم العنف الواقع عليها، هذه واحدة. تنتين شارك المركز من خلال مشاريع أخرى كمركز في حملة الضغط والمناصرة في حملات 16 يوم اللي هي سنويا بيقوم بنشاط معين، إن كان وقفة أو حتى كان في ورشات عمل أو حتى لقاءات توعية وتلفزيونية وهكذا. كمان في عنا حملة مناهضة القتل على خلفية الشرف، شارك فيها المركز تقريبا من 2012 ل 2014. يعني على أساس إنه كان في هناك نساء معنفات من بهذا الموضوع القتل لأسباب تبين أن هذه الأسباب ليس للمرأة لها علاقة، ليس لأن بالفعل هناك من الممكن أيضا فهم خاطئ لسلوك معين. صحيح، إنما هي تبينت إنه بعض الحالات هي فقط لأنه أخوها بده يأخذ راتبها وهي مش راضي تعطيه أو عشان الإرث. وهذا واضح في قضايا كثيرة كانت من أجل الميراث. صحيح. وبالتالي يعني هناك بالفعل يعني هذه الخلفية، بالرغم من أن هناك محاولات وضغوطات تقومون بها أنتم كمركز ونحن نعلم باقي المؤسسات النسوية باتجاه أن لا يكون هناك عقوبة مخففة على خلفية الشرف، نتمنى أن تكون هناك اتجاه أفضل في قانونيا. الآن ننتقل لمحور آخر، لكن يعني الزواج لديه شروط، لديه أحكام، لديه تعريفات أستاذي محمد العابد، بالتالي كيف يمكن فهم الزواج يعني هذه باختصار للشبان المقبلين على الزواج أو حتى للمتزوجين الذين يسمعوننا الآن ويشاهدوننا؟ تفضل. عقد الزواج هو حل المرأة للرجل والرجل للمرأة، موجب عقد زواج له شروطه وأحكامه. عقد الزواج ما بين زوج عاقل بالغ يبلغ من العمر فوق 16 سنة وللزوجة يكون عمرها 15 سنة، ولكن أنت تحدث حسب القانون. نعم، ولكن أنا بجوز عندي رأي خاص في الموضوع أنه مش معقول كمان بنت 15 وولد عمره 16. وللأسف الشديد نعم أنه بيحسبوها بالهجرة، مرات بيكربوها في الهجرة عشان يصير والهجرة في أيام رايحة. نعم، وتم تزوير، هذا عندي قصة، تزوير شهادة الميلاد عشان نوصلها ل 15 هجري، يعني بجوز تكون 13 سنة ميلادي. نعم، شايف كيف؟ فالزوجة هاي لازم تكون عاقلة بالغة فوق ال 15، ولي أمرها هو اللي بيقوم في عملية العقد كويس مع هذا الزوج البالغ العاقل. نعم، الكفؤ لهذه الزوجة منظم عند مأذون شرعي ويسجل في المحكمة الشرعية بصورة قانونية، وبتصدر لهم المحكمة حجة حصر، حج الطلاق. طبعا هذا العقد بنعقد على أن يكون إيجاب وقبول، إيجاب من الطرف اللي بطرح، يعني أبو الزوجي بيقول زوجتك ابنتي، الزوج بيقول قبلت، فهون في عنا إيجاب وقبول في مجلس واحد عند القاضي أو عند المأذون الشرعي. كويس، زائد 2 شهود عدلين أكفاء كويس عاقلين بالغ.
يعني حكينا أسهل من هيك ما فيش. ليه ندخل في موضوع هون إذا سمحت لي؟ يمكن أنا أضيف إضافة هون. تفضلي. القصد كالتالي إنه كيف أختار الزوجة؟ يعني صح يعني ممكن إنه الطرفين. ما كملتش أستاذي صح. أنا أقول إنه صدمت شوي صدمت في موضوع الزواج بكر اللي قبل شوي الأستاذ صحر بتقول عن الزواج بكر فعلا هو من أحد أسباب الخلافات الزوجية. الشخصية اللي إحنا شغالين عليه. صحيح. بالوحدة. شايفين لو فتحنا القانون المعاش القانون اللي هو القانون الأردني اللي احنا لا زلنا بنشتغل عليه. نعم. وهذا يعني السعادة النسوية اللي الطالب فعلا بتغييره واضافته لا يعقل من ضمن بس ودت قانون الاحوال الشخصية انا طلعت عليها فلسطيني. الفلسطيني راح يكون ممنوع اقل من سن 18 الزوج. ممتاز جدا. نعم هذا الشيء فعلا انا اتمنى انا معه. فطبعا انا لما اروح ادور على زوجي اول شيء بدها تكون في الحديث بديش أخوض فيه بنقول ذات حسب ومال وجاه وجمال ودين فاضفر بذات الدين تربت يدك بالضبط كويس يعني ما روحش على كافري لأنه ممنوع كويس أروح أتجوز وحدي كافري ممنوع أنا يعني إحنا نحكي هنا إسلاميا إحنا نحكي إسلاميا خلينا نحكي شروط شروط المرأة إذا بدها تجوزها نعم نعم بدها تكون أول شيء أول شيء إنها مسلم او من ذوات من اهل الدين يجوز نعم مسيحيه اما ما بروحش على مجوسيه اكيد احنا ما احنا بجوز زمن الكفار خلص يعني صحيح. في الوضع العام نعم ما تكونش على ذمه رجل ثاني ما تكونش في عده سواء كانت رجعيه او عده بائنه طلاق بائن طبعا الرجعي انه هو بيطلقها خلال 3 شهور زوجها بيقدر انه يرجعها كويس البائنه اللي هو ممكن يكونوا متفقين على الطلاق بفوت على المحكمة متفقين فهون بيكون تفريق مقابل براءة عام أو المهم إنه في طلاق بائن كويس ما بيقدر يرجعها خلينا نخوض شوي صغير في التعريفات هاي لأنه كثير في ناس بتجهلها إنه نحكي طلاق بائن الزوجين يعني ما بيحلوا لبعض كويس إلا بعقد جديد وشروط جديدة هو بائن بينونة كبرى لا ممكن يكون صغرى ممكن يكون كبرى نعم. في الأساس ممكن يكون رجعي وانتهت العدة فيقول إلى بائن فيقول إلى بائن نعم. يعني بروح على المحكمة أو بالعبد بطلق مرته ويسبديها ورقتها هلا عنده 3 أشهر يبرجعها فيهن رجعها ما رجعهاش بيقول لبائن ما بتحللوش الا اذا بعقد جديد وشروط جديده وممكن ياخذها ويروح يتفقوا ويروح على القاضي يا سيدي احنا متفقين بيعمل تفريق مقابل براء عام وبطلقها بتكون طلقه بائن بعدين كل طلاق ما قبل الدخول والخلوه هو بائن كل طلاق قبل الدخول والخلوه هو بائن في خلوه هو رجع ما بصيرش بائن كويس هلا طبعا الزوج عنده 3 طلقات الاولى الثانيه كلهن ممكن يرجع ممكن ترجع برجع بدون عقد جديد اذا قالت لبائن بده بيرجعها بدون عقد جديد عقد جديد اذا بائن هي في عندنا طلقتين الطلقه الثالثه هي فيها شرط بده يروح على المحل بدناش نحكي العبارات اللي طيب طيب خلينا نتوقع ان شاء الله ما نوصل لمرحله الطلاق خلينا معك خلينا برضو نخلص من القصه طيب سريعا ولكن عشان وقت البرنامج تفضل المحللات من النساء طبعا الواحد ما بيجوز انه يروح يتجوز خواته بناته اكيد خواته جذور واصول وفروع نعم المصاهرات نفس القصة بنت زوجته بنت فلان إشي بخص الزوج اللي كان بتزوجها هو ممنوع إنه يجي فيها كون هو دخل على هذا السن المحرمات برضو في الرضاع نفس الشيء بالنسبة بالنسبة للأصول والفروع هذه أي عقد بتم في واحد منهم هو يسمى عقد باطل ويس ولا يترتب عليه أي شيء لا ميراث ولا نسب ولا نفقات ولا أي شيء تمام ممتاز لهون ماشي اوكي بنكمل من اذا يعني واضح انه الاستاذ محمد العابد وضح لنا مفهوم الزواج وشروطه واحكامه لكن انا السؤال لإلك ست سحر وست زكية لكن هناك نلاحظ اسباب خلافات زوجية يعني نحن تحدثنا عدم الفهم بالتشاركية غياب الوعي غياب الثقافة حتى احيانا جهل المرأة نفسها بسبب المجتمع لقضايا لها بحقوقها وبالتالي بوجود الرجل الذي هو رب الأسرة والرجل الذي بيده العصمة تختفي هذه الحقوق وتضيع كيف تعلقون على هذه القضية تفضلوا تسمح لي يعني احنا قبل شوي سمعنا انه ممكن بنت 15 سنة نعم. تتزوج صحيح. هي طفلة بمعنى بمفهوم الطفل فعلا هل يعقل انها تتحمل تقدر على مسؤولية طفلة بدها تربي اطفال يعني هو هون الصعوبة بتبدأ هون المشاكل بتبدأ أنا بدي تسمح لي بس أذكر مثال في ماليزيا كانت بلحظة ما
قبل 4-5 سنوات لاحظوا انه نسبة الطلاق زادت. فبناء على هيك تخيل الدولة، يعني بمعنى اذا بدي احل المشاكل بحلها انا، من ممكن يكون من داخل الاسرة، من داخل الفرد، كمان المجتمع والدولة نفسها لازم على مستوى التشريعات. نعم، على مستوى التشريعات، على مستوى التثقيف. وجدت انه في عندي، اذا هاي المشكلة موجودة بدي احاول اخفف منها واحلها عن طريق الوعي، وإنه وعي هدول أفراد المجتمع بأنه الزواج مش لعبة، مش اليوم تزوجنا وبعدين نطلق. نعم. مش اليوم خلفنا وهذا الطفل بده يكون بين إيديهم، بده ينحط بالشارع، والمسؤولية كبيرة هاي. تخيل إنه حطوا شرط إنه لازم الأزواج اللي بدهم يفكروا الزواج لازم يكون لهم تدريب، وياخد حتى لو كان يشتغل ياخد إجازة شهر، ويكونوا يدخلوا على معهد، والمعهد هذا يدربهم بالمفهوم والواجبات والحقوق في داخل الأسرة وفي داخل هاي. وجدوا انه فعلا بعد سنتين من او ثلاثة نسبة الطلاق خفت، تخيل، من تقريبا 37% وصلت ل 13%. 20% يعني. تخيل 20% فعلا خففت هاي المشاكل الموجودة. الأستاذ بمعنى آخر فهموهم أن الزواج مش جنسه بس. أيوة. بمعنى هاي هاي نقطة، وليس فقط وعند بعض الطفلات عندما تكون 15 عاما يعني تتحدث عن تفهم ممكن فقط بدة عرس بيضاء. فهذا جزء أنا بشوفه أنه فعلا الدولة هي مسؤولة، العائلة والأهل، إحنا منهجنا كمان مسؤولة بداخل مدارسنا أنه قديش هذا الدور، إن ننشر ثقافة الحوار في داخل أسرنا. نعم. إحنا أكبر مشكلة فينا، صارت مشكلة من هون بدها تنهد الدنيا، بتبدأ أفراد الأسرة بألفاظ يعني ما أنزل الله بها من سلطان. وهي المشكلة إنه عكس الخلاف والمشاكل والتهجم وما إلى ذلك، أسلوب الحوار في داخل الأسرة يعني لازم يقعدوا بشكل ويتحاوروا. ما في شك إنه فيها الشركة هاي، في ربان لهاي الشركة، وفي الزوج والزوجة هم الأساس فيها. إذا ما تشاوروا قسموا الأدوار ما بينهم وبدأوا حتى يكملوا أدوار بعضهم، هنا في حيكون في مشكلة وعبء على الأطفال. دعينا نذهب إلى الأستاذة سحر أبو صالحة. إذا خطوات حل الخلافات الزوجية واضح يعني بدأت بها الأستاذة زكية، إذا نتحدث عن خطوات فعلية كيف يمكن هذه الخطوات تبدأ من الزوج والزوجة وتنتهي في أحيانا في بعض المحاكم والتحكيم ولا ما آخره؟ صحيح. نعم. خليني بس أضيف نقطة على الكلام الست زكية، إنه أكثر نسب الطلاق هي للخاطبين، المعنى المعقود عليها لكن بدون زفاف، بدون دخول. نعم. الآن فيش توعية كيف أتعرف على هذا الشاب، إنما قاعدة بعتعرف عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما سألنا عنه، ما أهل البنت ما سألوا عن هذا الزوج، إنما عرفته ومن ثم بدوا كتبوا الكتاب، ومن ثم بدينا بعديها نعالج الأمر كون إحنا هلقيت الخاطبين، لكن مش عارفين كل واحد عاداته تقاليد، العادات والتقاليد هون في اختلاف صار، معناته نتجت مشكلة. شو مين أنت مين أنا، هل سألنا عنه؟ في البنت بتواجه نقطة هون، إنه أنا أخلاقه بديت يعني مش عارفة كيف بنين. نعم، من كيف ما تعرفت عليه أكثر، إنما فقط على الفيس عرفته ومن. فأنا من هون بناشد يعني إنه نحاول نسأل، وهذا واجب ولي الأمر أو والدها أخوة إنه يسأل عن هذا الشاب الخاطب، كما إنه الخاطب نفسه يسأل عنها. أصبحت الآن طريقة التعارف تختلف، من في السابق كانت أسهل الأمور، الآن صارت صعبة أكثر ومعقدة. خلينا نقول زي ما قالت ست زكية، نناقش المشكلة، نفتح باب الحوار، نتقبل رأي الآخر، نتعلم كيف نتقبل رأي الآخر. كل حدا فينا يحكي رأيه بكل صراحة حتى لو كان جارح الطرف الآخر، لكن نتقبل انت عملت انا عملت، افضل ما تخرج المشكله برا. ما نفع الحوار نبدا، وكمان يعني احنا نحاول انه نستمع، الاستماع جيد، انه اني استمع في كثير من المشاكل، انه هو ضارب بعض الحد بديش اسمع، ما بدي اسمع، فما بسمعها. اذا نستمع لوجهه نظر الاخر، ومن ثم احنا نحاول نوجد حل وسط، ما لقينا نحاول نرجع لاطراف ثانيه. احنا كمركز بنمد ايدنا للازواج المتنازعه، وفي قنوات كثيره. بتأيديني انه انا دائما بحكي نطيل بفتره الخطبه بظل الاهل. نعم. بظل الاهل، لكن للاسف الشديد مجرد الشاب بروح
يطلب هالبنت اول عمل وطني على المحكمه الشرعيه يلا نكتب عقد الزواج. انا هذا يعني انت مع فتره الخطبه بدون كتاب شهر 2-3 حتى يتعرفوا على بعض في ظل الاهل، بنقول لهم مش روح اسرحوا، لا في ظل الاهل، اهله اهلها، كعلاقات صداقه وعلاقات اجتماعيه. لا ويجي، لا عفوا انا بحكي يطلبها كاهل. نعم لا معلش يجي يطلبها، اوكي يجي يطلبها ويقرأ الفاتحة، بس عدم التصرف في عقد القرار. نعم ما بترتبش أي آثار الخطبة. للأسف إحنا في عنا خطأ في المصطلح الخطبة، والله خطبها، لا هي الخطبة هي فترة ما قبل كتب الكتاب، وما بترتب أي آثار، لا لا بترتب ميراث ولا التزامات بعقد زواج، لانه فيش عقد زواج اساسا. يعني انا لاحظت في منطقه شمال الضفه كتب الكتاب مباشره، في منطقه بالزبط. جنوب الضفه يختلف، ما بعرف شو طبيعه، هي عادات والتقاليد الممكنه. انا اللي بحكي انه ما نستعجلش بكتب الكتاب. بيجي بكره الفاتحه اوكي، وخليهم شهرين ثلاثه في ظل الاهل يتعرفوا على بعض. ما في مانع انا كخاطب افوت على اهلها، اقعد ما بينهم، اتعرف على خطيبتي، واذا طلعت بمشوار تكون معها اختها اهلها، ما في مانع، حتى اشوف عقليتها، حتى ادرسها صح، وهي تشوف عقليتي وتتعرف علي منيح. لكن للاسف الشديد مجرد اجى هذا الزوج فور ما اجى هذا الخاطب على طول يلا بكره خلينا نروح نكتب الكتاب عشان يصير يطلع وينزل. هيك صاروا ازواج اساسا، عقد الزواج هم زوجين مش خاطبين، زوجين عقد زواج اسمه عقد زواج وموقع عليه من الطرفين، من الزوجة والزوج، مش خلص إذا هم أزواج. لكن عاداتنا وتقاليدنا بتحكي عن شغلة إنه لا خطاب، لا هي الخطبة هي ما قبل فترة عقد كتب الكتاب. خليهم يتعرفوا على بعض في ظل الأهل، يتعرفوا على أخلاقيات بعض، على شو بحبوا شو بكرهوا شو كذا، اتفقوا ما اتفقوش كل واحد عند أهله. فترة الخطبة ما قبل عقد الزواج ما بترتب أي التزامات على الزوجة، كل الاحترام. نعم. طيب بنرجع عندك الخطوات، قلنا أن المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات بيمد إيده، صح يمد إيده لكل الأزواج خاصة المرأة، المرأة هي اللي بتلجأ لنا. نعم. الآن إذا شعرت أن هناك مشكلة في عندنا إرشاد توجيه آليات كيف حل المشكلة، بحيث أنه إحنا الأخصائية حتى المحامية بتجلس مع الطرفين، بتجلس مع الطرف الأول ومن ثم باتصال حتى يجي الطرف الثاني، إذا وافق ماشي على أساس أن نحل المشكلة، والحمد لله يعني لنا نجحت في هذا الموضوع. هذه النقطة يعني اللي بدي أذكرها، أنه يمكن أعرج على خلافات ما اللي هو وقت العقد الخطبة اللي هو ما قبل الزفاف. الأسباب واهية جدا ولأسباب لا تتصورها لماذا هناك خلافات بين الطرفين بهاي الفترة. أسباب مادية، اجتني حالة خر فترة الشاب اللي اشتكى انه هي طالبة اللي هي التصوير من فوق من اعلى التصوير الطيارة. نعم. وهذه تكاليف زواج باهظة الثمن، يعني هي بدها تقلد صاحبتها، فهي وصلوا لنتيجة حتى معفشين البيت لنتيجة عشان هذا السبب، خلينا اقول تافه يعني، لانه احنا ليست العلاقات الزوجية مادية، علاقات الزوجية تشاركية روحية، أسرة بدي أبني، إذا فهمناها مادية معناته إحنا خسرنا. إذا يجب أن نعيد حساباتنا جميعنا، الأهل والزوجة والخاطبة اللي بدها تخطب، نعيد. أنا زي ما قلت حضرتك مش لأني بدي ألبس بدلة زفاف، مش لا، هذا ليس الزواج. لا. إنما هي هناك علينا واجبات، لنا حقوق، وكلنا لازم نفهم بالتوعية، ومن ثم يعني يمكن أنا أعرج على دور المركز. صحيح إحنا ننزل للميدان ونتجه للنساء، وفي نساء معنفات وفي نساء بحاجة للمساعدة، رغم ذلك بتلاقي إنه في إحجام، في انه امتناع، في احجام، بخاف لسه لازالت المراه أكيد. بخاف احكي، ما بدي احكي، ما بخاف المواجهه، هناك في خوف من المواجهه بسبب يعني هو الخوف للتعرض للعنف. لكن استاذه زكيه، الطلاق واثره على الزوجين والمجتمع، الطلاق حتى عند الله يعني ابغض الحلال، فبالتالي كيف يمكن ان يكون اثره صعب جدا خاصه على الاسره التي فيها اطفال؟ يعني اذا بدنا نحكي مخاطره ومشاكل الطلاق، فعلا هو تشتيت للعائلة، تشتيت لأفراد العائلة والأضرار، والمتضرر الأكبر هم الأطفال للأسف. عشان هيك بنقول إحنا ضرورة أهمية إنه التربية والتثقيف في داخل من الأسرة، إنه أكون حريصة على تربية صح بالنسبة ومتساوية ومتوازية بين الذكور وبين الإناث،
أقوي يعني قوة الفتاة هي تنطلق من بيتها، وقوة الشاب كمان تنطلق من بيته، من أهله، من تربيته. ولكن بشكل عام خلينا نقول بصراحة هي الأضعف للأسف هي البنت. يعني إذا اتطلقوا الشاب بكل بساطة بعد يمكن شهر ولا أقل بيكون متزوج، لكن أضرارها وتبعاتها على المرأة أكبر بكون الطلاق حتى نظرة المجتمع. اسمح لي، لما بتأخذ أولادها وترجع عند أهلها كمان، على يعني بثقافتنا للأسف عائلات بترفض إنه الأولاد يكونوا مع الأم، وحتى ممكن تكون العائلة ليس لديها الإمكانيات المادية التي يتهرب منها الزوج. إذا كانت موجودة خسارة المرأة، المرأة مادية ومعنوية، صح، إنها يطلق عليها كلمة مطلقة، ما هي معنوية، نعم صحيح، هي نفسية، نعم، ويطلق عليها مطلقة، بصير طمعية فيها من الناس اللي كثير منها الشباب اللي حواليها، كويس. الضحية اللي هو الطفل، نعم، ضحية الطفل. دائما أنا لما يجينا حدا لسه كاتب كتابه بده يطلق ويخلف عليك، ترى الله خيرك، فيش عندنا مشاكل، أوكي، بننبسط له بروح لهم. لكن لما يكون في أطفال، والمشكلة وين؟ متى ما بلشت النزاعات ما بين الزوجين وصلت للطلاق، بصيروا يتفننوا كيف كل واحد فيهم بده يؤذي الثاني، يعني في مواعيد المشاهدة والاستضافة، الساعة تنتين، يعني تنتين وخمسة بيعملوا مشاكل، ممكن توصل مغافر شرطة. بدك تسلم تنتين، بدك تيجي على التنتين، طلب المواصلات عليك، لا مش علي، 10 شيكل، لا 7 شيكل، لا يا عمي 15، يعني بتفننوا ببعض بطريقة العجل. فلذلك المرأة هي خسرانة معنويا وماديا، والضحية هو الطفل اللي بيضل مشعتل ما بين أمه وأبوه لغاية سن البلوغ 15 سنة، حتى لأنه هي الحضانة للأم كونها مش متزوجة. يعني بتطرق صغير لهذه النقطة، إنه هو بحضن أمه لسن البلوغ كونها هي ما تزوجتش. لكن إذا تزوجت بده يروح لأمها، إذا هي بدها، إمها بدها هذا الطفل، الولد لسن 9 والبنت لسن 11، بعد هيك رسمي لأهله، فيش خيار بعد هيك، رسمي لأبوه، لأبوه، نعم. فلذلك للأسف الشديد بتفننوا ببعض متى ما صارت الطلاق، وهنا مشكلة كبيرة. تفضل ست سخية. بس بدي أضيف إشي تاني، إنه أنا بشوف الحوار هو زي نافذة، ما في مخرج. يعني بحترم كلمتك إنه المرأة هي الخسران الأكبر، ما في شك، بس أنا بقول لا، كمان الزوج هو الخسران. الزوج هو بمفهوم أستاذ، بمفهوم إنه إذا بدنا نحكي بالأصول، إنه الأصل هم اثنين يكونوا ربحانين، نعم. ما في أي واحد فيهم إذا بده مثل ما بيقولوا العناد كفر، وإذا بده العملية تبدأ لأنه توصل لمسألة الند اللي هي الوضع المرعب، أنا يعني بده يخسر نفسه، بده يخسر أعصابه، بده يخسر صحته وصحتها، وهذا المفهوم اللي نوصل له، إنه في علاقات، يعني في أشياء حلوة أكيد، لأنه لو حتى لتزوج إذا كان عنده أطفال بده عليهم نفقة، فبالتالي سيخلق عائلتين بدل عائلة واحدة. نعم، عشان هيك أنا بقول بالعكس، هو الحوار هو الأساس، هو النافذة الوحيدة للزوجين أنهم يكونوا متحاورين، ما في ينهوا بطريقة فيها نوع من الاحترام. نعم، وهنا السؤال، بدون ما انه نوصل لمرحلة التعنيف اللي اكثر من المشاكل اللي كانت. نعم، وهون سؤالي للأستاذ صحر، متى يكون الطلاق فعلا الذي هو ابغض الحلال الى الله هو الحل الامثل الوحيد؟ صحيح، اذا ازدادت، احنا حكينا عن العنف والمشاكل، اذا ازدادت المشاكل والعنف ولا بد ان هذه الاسره خلص تنفصل، يمكن لطريق مسدود بالضبط، وانه الاطفال قاعدين بيعانوا من وجود الزوج، بضرب الزوجه امام اطفالها، بيعانوا انه اهل اب بيجي متاخر وهكذا. اذا احنا وصلنا لقرار معين انه للطلاق، يمكن هو حل العلاج. الآن يعني أنا أحكي بوجهة أخرى، إنه ازدادت قضايا النزاع والشقاق في المحاكم، وهاي القضايا أيوة بالضبط، لأنك بناء على كلامك السابق صحيح، صارت أصلا تثبت وبدون شهود، إنما التثبت معناته نعم في مشاكل بين الأطراف، والمشاكل مستمرة ولا يمكن الصلح، فقط مش ماذا شفتها، ضربها مش مهم شاف، لو سمع، لو دخل في المشكلة بالضبط، لو في شوية قضايا بينهم نفقات مش عارف. وهذا ضد المرأة، يعني قبلنا أو رفضه، أيوة. ضد المرأة هي لما تيجي تتقدم المرأة في قضية الشقاق والنزاع، هي بدها تتنازل عن جزء من حقها، لأنه المنفذ الوحيد
عشان تتخلص منه. نعم لما الزوج يتعنت حتى بتقول له ما بديش منك ولا إشي بس روح طلقني كويس، بقول لا ما بديش بعيد عنك، فبتضطر هي تفوت على هذه القضية حتى بتتنهد مرات تقول لك قدم القضية بديش منه ولا شيء، المهم أخلص من هذا الزوج من كثر ما هي شايفة منه خلاص حياتها انتهت. نعم نكمل أستاذ زكريا. بما إن إحنا منعالج قضايا الطلاق ومنحاول نقلل النسب، يعني إحنا كزوجين لازم نتأكد قرارنا بالانفصال، نتأكد هل لصالح أولادنا، هل لصالحنا، نحاول نأخر كل هالأمور. يعني أنا بشوف إنه قضايا النزاع والشقاق فيها استعجال، فبتلاقي انه من خلال 5 أشهر نعم خلصنا وتبين لي انا في عندنا خدمة ملتقى اسري، قعدنا مع بعض الصبايا بتقول انا تسرعت لما رفعت هذه القضية. القصد كالتالي، احنا بندعو من منبركم المحاكم الشرعية تتروى في خاصة في قضية النزاع والشقاق اللي قاعدة بسرعة وتزداد نسب الطلاق من خلالها. السحر معلش اسمحيلي، ما هو ليش احنا بنتسرع في قضية شقاق ونزاع؟ متى ما نزلت على المحكمة قضية شقاق ونزاع هي قضية حكمين، لذلك انا لما اكون مدعى علي او عن الزوج بالذات بكله بنقر وجود شقاق النساء وخليها تروح للحكمين. فأنا في عملية إقراري بوفر فعلا 3-4 أشهر، بنفس الوقت بوفر على الزوج نفقه، خصوصا لما يكون في عليه مفروضة نفقه. أستاذي أنا في نفقه في المصالح. يعني واضح أنا قاعد بوضح، هو يوضح لماذا يتم التسرع بها. يعني أنا بوضح قضية النفقة من اللحظة اللي ترفع فيها للمحكمة هي تبلش تعد على الزوج، لذلك لما الزوجة تروح ترفع قضية شقاق النساء اسمع خلينا فورا نقرب وجود شقاق ونزاع. حتى ليش؟ لانه ان ما قررناش جيب شهود، موضوع الشهود 3-4 جلسات وفي تحكيم. لا ما هو التحكيم واجب نعم تحكيم. انا لما اجي اقرب وجود شقاق ونزاع انا عديت موضوع الاثبات ووفرت 3-4 أشهر وبجيبوهم للاصلاح جلسه، بتتاجل شهر انه ما تمش اصلاح، بعدها بتروح للحكمين، الحكمين جلسه بيجي مقرر جاهز قرار. اصبحت قضيه شقاق ونزاع هي قضيه حكمين. انا دائما نعم. يعني أنا بمكن أضيف شغلة إنه أنا ليش يعني شو هدفنا من إطالة المدة؟ لعل في فترة من الفترات تدخل أهل الإصلاح والصلح بين الزوجين. نعم. المعنى ليه؟ من أجل حتى لتتفكك الأسرة، من حتى يفكروا الطرفين، من أجل إنه نعيد كل هذه الأجندة اللي بحياتنا، لعله في عودة الأسرة وفي أمل. إحنا هذا هو هدفنا، يعني من أجل إعادة الأسرة. عندي شغل صغير يعني كانت على خلاف انه هو زوجها مبهدل حاله ما بيهتمش ما بحطش جل مش عارف ايش، وطلقناهم. بعد 2 سنين اجوني 2 جاهزين، اجوني متجوزين بامان الله. رجع حاطط جل؟ رجع حاطط جل. ليش حاطط جل؟ كانت مستهزئه. يعني ممكن انهم يتطلقوا ويرجعوا لبعض. نعم. حقيقة وهذا حصلت عندي عدة مرات. نعم. طيب انا عشان في نسب طلاق واضح انها مرتفعه يعني في فلسطين، وانا بحكي عنهم هون من منبر تلفزيون السلام في قلب محافظه طول كرم، من الممكن تحدثنا قبل الحلقه عن نسب مرتفعه ايضا في طول كرم. اذا الاساليب التي تدفعنا للحد من هذا الطلاق كيف؟ السؤال للجميع بدي اسمعه منكم. التوعيه بلش عندك استاذ محمد. التوعيه نعم، حتى لو كان على الراديو، لو كان على التلفزيون، من خلال الجمعيات، خلال الجمعيه المركز الفلسطيني. نعم. حل النزاعات كويس. مش غلط انه في كل يوم في كل وقت انه يتم توعيه كويس، سواء من خلال المرئيات او المسموعات، سواء تلفزيون او كذا، النت كويس. انا شخصيا عندي صفحتي كلياتها بحكي فيها عن الشرع والاستاذ صاحب القانون محمد العابد تلاقي كل شرع حاطه كويس. نعم. فالتوجيه من كل الجهات. هسه البنت لما بده يجيها هذا الخاطب او يجيها كذا، اما المفروض تقعد وتوعيها، تقول لها الطاعة ثم الطاعة ثم الطاعة. الطاعة المطلقة؟ لا. بحدود الشرع. بحدود الشرع. نعم. وأنا الحقيقة عندي وصيتين على اليوم لو تذكرتي كان جبتين معي. إنه معلش في مجال تكمل أنت أنت وصلت عند عند الفتاة ووقفت ولا عند؟ لا لسه ما كملت. فكرت. ما كمل. التوعية للبنت. هسه برضو الزوج نفهمه يا عم، الموضوع الزواج مش موضوع إنه والله الجنس، لا. بدي يفهم انه انت داخل على حياتك، مسؤوليات واجبات، على مسؤوليات على زوجي، بكره نعم. بيجيك اولاد، اهل الزوجي بدها تتوسع. هاي نقطه. النقطه الاهم منها انه انت بدك توازي ما بين واجباتك نحو اهلك وواجباتك نحو زوجتك. نعم. هذول لهم احترامهم وواجباتهم، وهاي زوجتك مش ليس فقط حتى الواجبات الماديه، حتى الواجبات النفسيه، كل شيء. نعم. بكل شيء. لكن للاسف الشديد
انه امي وابوي ومش عارف ايش وبنسى زوجته، بيعمل لكل شيء لحساب هون بتبلش المشاكل هون. اما لا، الزوج هو الفارس، هو اللي بوجه دفة السفينة، كويس، بوازي ما بين حقوق وواجبات زوجته وما بين حقوق وواجبات اهله. شو في هون؟ في احترام، في تقدير، في دعم مادي كذا الى اخره، وهنا في زوجي وام اولاد وبدها مصروف وبدها عيله وبدها كذا، هي واهله، لازم احترمها. انا قديش بحترم زوجتي وقديش بشعرها اني انا بحترمها، قديش انا بحترمها، قديش انا بشعرها بالامان لو قعدتها بعد هيك تحت خيمه هي بتكون مبسوطه. المهم تشعر اني انا معاها مش ضدها، مش مع اهله. نعم. يعني موضوع الكني والحما هذا تاريخ اسطوره زي السرطان، مش ممكن ينتهي. اي كلمه اذا 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 العلاقه ما بين الزوج والحما من بدايتها بلشت فيها مش صح، لو قالت لها مرحبا وبتسب علي. يعني واضح انه اهم شيء الثقافه والوعي. نعم. وفهم كل طرف واجباته. نعم. ومسؤولياته. صحيح. طيب استاذه زكيه، يعني برايك كيف هي الاساليب التي تحد فعلا من الطلاق؟ اول شيء ما في شك انه التنشئه والتربيه والتثقيف، الاهل لازم مع البنت ومع الشاب انه يكون في فعلا توعيه ومفهوم الزواج ايش يعني. لازم رفع سن الزواج، انا يعني ارفض انه فعلا 15 والسن الهجري ان يكون نعتمد عليه وهي. لا مش لعبه، هاي تربيه الاولاد والمسؤوليه والزواج بدها سن وبدها وعي ما بين من الشاب ومن البنت بهذا الجانب. انا بشوف انه فعلا دور الاهل لازم يكون موجه. للاسف احنا في عندنا مشكله، البعد الاقتصادي مهم، لازم متمكن اقتصاديا، بس مش معنى هذا انه فعلا احنا على الخطبين لازم نصرف مبلغ وكذا، وعلى الزواج كذا، وعلى السهره كذا، وعلى رحله نفس الشيء. تخفيف العبء على الشاب والشابه في الزواج. احنا في عنا عادات لازم نتخلى عنها، العادات هاي اللي هي للاسف الشديد بنت مرهقة. فلان وبنت علان وابن فلان وابن علان، وهي مرهقه. بالعكس احنا بدنا نبني جيل قوي صامد، بدنا يعني هاي الاسره هي نواه المجتمع، هاي الاسره اذا فعلا بنيناها صح اعتقد انه المجتمع كله بخير وبكون في راحه اكثر. كمان مره بس بدي اكد انه قوه الفتاه من بيتها، من بيت مفهوم ال خلينا نقول حقوق وواجبات لازم يكونوا فاهمينها الولد والبنت. موضوع الارث، واللي دائما اذا عندها حدا العيله اللي عندها خمس بنات ولا ست بنات بدي اخلص منهم عشان بدي ازوجهم، بغض النظر عن مش المهم اللي بدي ازوج، المهم لمين ازوج. ايوه لا انا بهمني اني اعرف مين اللي بدي يتزوج. صحيح. هاي البنت انا في رايي زوج بنتي هو ابني، وانا بعتقد انه بنتي هي بنتي، يعني هيك سنة الحياة سبحان الله، ان احنا عمرنا بيوت الناس والناس الغريبين هم بدهم يعمروا بيوتنا، فقديش مهم ان فعلا انتقي الانسان الصح وانتقي التربية الصح وانتقي المفاهيم هاي اللي تساعدنا، واهمية النقاش والحوار في داخل الاسرة. هذا لازم يعني نركز عليه كثير ونناقش اولادنا وبناتنا بهاي الامور. أكيد أنا بأكد على كلامك وبضم صوت لصوتك. أخيرا الكلمة الأخيرة معك يا الأستاذة صحراء أبو صالحة، سواء حول الأساليب أو حول ما تقولينه اليوم في حلقتنا. يعني خلينا نقول إنه الأفضل إنه الزوج والزوجة كلنا نسيطر على مشاعرنا. نعم. نحاول إنه نحل جميع المشاكل الموجودة بيناتنا، نحاول ما نخلي حدا يتدخل بيناتنا، نحاول إنه يكون الحوار، وبضم صوتي لست زكية، صوت الست زكية، الحوار هو أساس حياتنا. وأتمنى للجميع يعني حياة ان شاء الله يعني تكون العقلانية والتفاهم هو المحور. اكيد بطبيعة الحال انا بتشكركم جميعا ضيوفنا اليوم عبر هذه الحلقة الاولى التي تبث عبر شاشة تلفزيون السلام من المركز الفلسطيني الديمقراطية وحل النزاعات ضمن مشروع حياة افضل للنساء ضحايا العنف الممول من الوكالة الايطالية للتعاون الانمائي. يعني الانفصال والمشكلة والمشاكل الاسرية وتداعياتها اكيد كانت اليوم عنوان حلقتنا. شكرا لك الخبير القانوني واستشاري في قضايا الأسرة الأستاذ محمد عابد، الشكر للسيدة زكية مساء
مسعود جدبه ناشطة نسوية وعضو في مجلس الإدارة في شكرا البحث. لتلفزيون السلام اللي دائما نعم. بغطي ودائما موجود معنا في أغلب نشاطاتنا نعم. وهذا الدور اللي بنتمنى أنه يزيد ويتطور بمفاهيم وبلقاءات أكثر وأكثر بإذن الله. نعم نشكرك إذن مرة أخرى زكية مسعود جدبه ناشطة نسوية وعضو في مجلس إدارة المركز الفلسطيني الديمقراطية وحل النزاعات وأيضا موظفة في اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي. الشكر الكبير للأستاذة سحر أبو صالحة محامية شرعية ومنسقة مشروع حياة أفضل للنساء حياة أفضل. شكرا لكم جزيلا مرة أخرى. الشكر لكم أيضا أنتم مشاهدينا مشاهدي تلفزيون السلام بطبيعة الحال على حسن المشاهدة والاستماع. لنا حلقة أخرى إن شاء الله سنلتقي بكم خلال الأيام القادمة مرة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.